في مصر ما أجمل أن تتوقف في سكون النيل لتفهم أنك في حضرة بلد استثنائي بدايته لا تحتمل الخاتمة. في مصر ما أجمل أن يأتيك الهواء أخباراً عن أناس قدرهم السعادة على ضفاف هذا النهر. يعيش الطيبون على ضفاف هذا النهر، لا مجال للسكوت أو السكون، فالأيام تمضي والقادم دائماً يكون أحلى. هناك وبينهم تفهم لما يقال: إن كنت عربياً ولا تحب مصر، ابحث لنفسك عن قومية ولغة أخرى.